كلامها حلو قوي قوي، ذكية، سريعة البديهة، نرفوزة، عصبية، أعصابها غالبا بتكون متوترة. احنا بنتكلم عن الدلوعة الجوزائية. يلا بينا. أهلا بكل أصدقائي وعيلتي وحبايبي، كل سنة وأنتم طيبين. بنكمل في سلسلة الأبراج. امبارح الطور، النهاردة الجوزاء، بكرة بقى السندريلا. وسعوا للسندريلا بكرة أنثى برج السرطان. الجوزاء، ونفهم كده طباع الجوزاء، عيوب على مميزات. أولا، هي أنثى حضورها يدخل البهجة والسرور عليك، مقبولة، من الإناث المقبولة. صعب إن أنت تقول على الجوزائية معقدة، لذلك حتى مهما تكون متضايقة سهل إن أنت تضحكها. والله بكلمكم بجد، يعني الجوزائية دي متضايقة ومتنكدة ومتعكننة، تقول أنت نكتة كده بشكل شيك، بس تبقى قبلك يعني ما تبقاش أنت دمك يا ساتر يلطش، تلاقيها على طول كده ضحكت، لأن هي من النساء اللي بتحب الحياة ومتجددة جدا. لذلك اللي بيتعامل مع الجوزائية استحالة يصاب بالملل إلا لو كان هو شخص معقد مريض نفسي. دي حاجة هو يتسأل عنها بقى. من الإناث الملفتة، ملفتة في طريقتها، في أسلوبها، ودايما ليها أسلوب، وقادرة جدا على لفت الانتباه، وتقدر إن هي تجذب العيون وتجذب العقول، وتقدر عندها هي تقدر تكسب المحيطين لو حطت في دماغها، ومملوءة بالطاقة والحيوية والنشاط، وما تحبش تقعد في حتة، لذلك هي اجتماعية قوي، وتموت في المفاجآت، تعشق المفاجآت والخروجات والرحلات والتجدد والكلام الحلو، وما تطيقش أبدا الروتين. وأكبر من أكبر النساء المتمردة على الروتين وقواعده هي الجوزائية دي. وعلى الرغم إن أنت ممكن تشوفها واللي نعرفه عنها إنها مش رومانسية أوي، إنما لما تحب وتقتنع بيبقى بتحب بدرجة جنونية أقرب للجنون. تحس إن هي في حبها كده مجنونة، بتحب بطريقة ولا تقدر إن أنت تتخيلها غير لما تقرأ قصة رومانسية بحتة بين بطل وبطلة. الجوزائية كده رغم إن هي تبان مطنشاطية وتبان مش في دماغها وتبان بتركز في حاجات تانية، بس لو لزم الأمر اتفرج بقى. واحنا بنكمل كده، يا ريت الحلقة لو حلوة نشير بقى، عايزين نوصل لكل الجوزائيات كده والمهتمين بيهم، وندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا. أنانية بعض الشيء، الجوزائية أنانية بعض الشيء على الحاجة اللي تخصها، ويعني ما يعني قيتها مش فرط قوي، إنما هي كريمة، تيجي بيتها تقصدها، تطلب منها طلب، تقف معاك، يعني ما عندهاش مشكلة، ولكن بطبيعة الحال يعني ما بتحبش ان هي يعني اعتقد المعنى كده واضح، ما نقولش عليها مثلا زي انثى الاسد. انثى الاسد اتها فرط قوي قوي، فالجوزائية تلاقيها نقدر نقول في المعقول، تحب المغامرات قوي، متنشطية شوية، وبتزعل بسرعة وتتصالح بسرعة، ولما تبقى أم صعب إن هي تعاقب ولادها، بتكسبهم كأصدقاء، يعني تاخد ابنها أو بنتها كده كصديق ليها، وتخليه لوحده كده زي الجردل يحكي لها على كل حاجة، وتعمل كده مع جوزها أو حبيبها، تكسبه تصاحبه، لما تبقى عايزة تعرف حاجة تخليه زي الجردل يخر يقول هو كمان كل حاجة، وتفهم هي شخصيته الأول. أنثى الجوزاء من النساء اللي هي اللي تبادر بفهم شخصية الطرف الآخر بسرعة، ممكن في يومين ثلاثة تلاقيها فهمت شخص لسه بيتعرف عليها ما عداش يومين أو ثلاثة. إزاي؟ عندها سرعة بديهة وذكاء يستحق فعلا الإعجاب ويستحق فعلا الإشادة. الدم الخفيف بقى، يو دمها خفيف بطريقة شربات. الجوزائية شربات، الجوزائية يعني شربات، ملكة الفرفشة والدلع، ويعني أقول إيه ولا يخف الدم بالوراثة. صحيح بتتكلم كتير، صحيح لو اتكلمت ممكن تطول يعني، ولكن كلام محبب، وما تشبعش انت من كلامها، كلامها عامل زي السكر كده، لانها فاهمة مش غشيمة. الجوزائية مش غشيمة، والجوزائية بتعرف تزوق الكلام قوي وتدخل البهجة عليك قوي، وتبقى كده عاملة زي فاكهة الجروب أو فاكهة المجموعة أو فاكهة البيت وصاحبة كله، وتاخد اللي هي عايزاه
من اي حد بالطريقة وبالذكاء، وتفهم كده لو هي مثلا في دراسة او عمل وفي واحد وواحدة بيحبوا بعض، من نظرة عين كده بصت هنا بصت هنا تعرف اللي بينهم على طول، سريعة البديهة، لماحة قوي الجوزائية. من النساء الدلوعة، دلوعة قوي في نفسها قوي قوي، وتموت في اللي يدلعها. ولو انت دلعتها ايراد اتفاجئ بقى، هتدلعك هي 24 ايراد. انت هتكتشف نفسك بعد ما كنت فاكر نفسك دنجوان ان انت ما تعرفش حاجة في الدلع، يدوب اخرك سطر في كتاب. ده لو حظك الحلو يعني نولك ان انت يكون في حياتك جوزائية عسولة دلوعة، وبلاش بقى عشان ما اعكسهاش يعني على الهوا. فانا هستنى دلوقتي بقى تكتبولي رأيكم في التعليقات، لان انا بقرا كل تعليقاتكم، وتشيروا كتير قوي. احنا عايزين ننشر صفات الجوزية دي كل الناس تعرفها، وندوس لايك عشان اللايك بيساعد الحلقة في الانتشار، وكل اصدقائنا المشتركين يشوفوها ويشيروها. احنا بنكمل ان شاء الله بكرة بقى موعدنا مع السندريلا واللي بيسأل ازاي يتواصل معاه وقنواتنا التانية، كل ده في وصف الفيديو او في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين.